انا من جيبوتي حسيت نفسي كمان عندي جوج ناسيوناليتي، حسيت نفسي مغربيه حتى. السلام عليكم، معكم حنين جلال عبد الرزاق، انا من جيبوتي وحبكم. انا جيت في المغرب ليا 6 سنين هلا من 2018، ولما جيت في المغرب اجيت على اساس باش نقرا، وساليت الحمد لله الليسانس، ومن بعد ذلك ساليت الماستر ديالي في جيو سيونس دو لونفيرونمون. وانا لما جيت المغرب صراحه انا ما شفت صعوبات غير هي في اللغه، لان احنا في البلاد ديالنا كيهضروا في العربيه يعني بشكل اخر، وهنا في المغرب في اللغه يعني في الدارجه اخرى، وهذا اللي جبرت اول شيء الصعوبات، لكن غير بعد شهر تعودت ويعني بقى لي الحياه عادي. لما جيت المؤسسه الحمد لله هم استقبلوني احسن استقبال، وبعد ذلك الحاجه اللي كان المختلف اللي حسيته كان هو في التعايش، يعني احيانا في كلمات اللي نحن ما كنقولهاش وبقيت مزيانه في الدارجه في هذا الشيء. وبعد شيت يعني حسيت نفسي واخا انا من جيبوتي حسيت نفسي كمان عندي جوج ناسيوناليتي، حسيت نفسي مغربيه حتى. صراحة من المدن كاملة أنا كيعجبني المكان الهادي، واللي عجبني مكان الهادي والكلب هو تيتوان. الصراحة ناس ظريفين وكيرحبوا بكم كأنهم من أهلي كاع، حتى لو كتجي أول كتعرفوا على الناس كيقولك مرحبا جي دارنا كيفاش الوضع مع المغرب. وهذا صراحة أنا كشخصيا تيتوان عجبتني المدينة هي. والمأكولات المغربية صراحة المكلة المغربية بنينة، وحتى كما تعلمت كندير شي مكلة مغربية بحال مثل الطاجين، دجاج مرقة، هذاك الشيء. شكرا بك.